العربية الرياضية وقناة دبي ريسنج وقناة نجوم 4 وتابعت ويانا شوط المفتوح. الشوط الأول للإذاع ذهب مع هملولة لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي، وشوط الشداد ذهب مع شاهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل السيد راشد بن محمد بسم المنصوري. ها هي انطلاقة شوط الكاس المحليات، شوط الكاس المحليات للبكار. نشاهد الآن ونتابع مقدمة هذا الشوط. أرى هملولة، هملولة لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. ننتقل إلى الدوحة في المركز الثاني سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. نشوف وناخذ اللي في المركز الثالث، الشاهينية في المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري. المركز الرابع، هملولة في المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات الوكرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. لكن أرى التسلل من شعار هجن العاصفة من المركز السادس إلى الخامس إلى الرابع في هذه اللحظات على ظهر العزرة لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط إلى هملولة، هملولة وهذا الشعار صاحب الكاس، الكاس المفتوح وكاس الشداد يتصدر قائمة هذا الشوط، شوط الكاس البكار الإذاعة المحليات الأصايل. ها هي هملولة لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. وفي المركز الثاني الدوحة، الدوحة تدوح هنا على أرضية هذا الميدان تبى الكاس أيضا، عينها على الكاس. هذا الشعار العنابي كان نصيبه أمس في سن اللقاية، في سن اللقاية الكاس المفتوح وأيضا الشداد وكاس المحليات. اليوم يبحث عن كاس الإبكار المحليات على ظهر الدوحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. ونشوف اللي في المركز الثالث العزرة، لكن الشاهينية تتسلل، الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل السيد راشد بن محمد بسم المنصوري. وفي المركز الرابع العزرة في المركز الرابع لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس الوكرة في المركز الخامس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. هذا الندى للمراكز الخمس الأوائل، وهملولة لا زالت مسيطرة، سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط، وهي الأقرب للكاس، الأقرب حتى هذه اللحظات للكاس. والكاس يلمع وبعض العيون تدمع دموع الفرح، دموع الناموس. ها هي هملولة، ها هي السلالة الهملولية الذي تفرض نفسها في كل مكان وفي كل زمان. ها هو الشعار الحمر، شعار الخطر، يتقدم هذه المجموعة على ظهر هملولة، هملولة لهجن الرياسة بقيادة المضمر الشاب والظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي. يتولى التضمير والعناية لدى هملولة. ننتقل إلى المركز الثاني، الشاهينية في المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل السيد راشد بن محمد بسم المنصوري. الدوحة في المركز الثالث، الدوحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. وفي المركز الرابع العزرة، العزرة لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. لكن الوكرة قادمة بقوة
إلى المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام، المعركة شديدة، المعركة طاحنة، وبدت الأمور تغترم من بعضها بعض، وهملوله لا زالت مسيطرة، هملوله لا زالت مسيطرة تبحث عن الكاس الثاني والنقطة الثالثة لهجن الرئاسة. هناك كاس مفتوح، وهناك شداد، وهناك كاس للمحليات، لكن نرى الوكرة، الوكرة بدأت تتسلل، بدأت تتسلل على حساب الجميع إلى مقدمة هذا الشوط، لكن ردت هملولة فارغ راس إلى مقدمة هذا الشوط لهجن الرئاسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. وفي المركز الثاني الوكرة، الوكرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، لكن الشاهينية من الجانب الثاني تتسلل إلى المركز الثاني لهجن الرئاسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري. وفي المركز الثالث الوكرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، والدوحة غادمة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. العزرة في المركز الخامس لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. خلونا مع هملولة مع الشعار الحمر، شعار الخطر يتصدر قائمة هذا الشوط، ودخلنا الكيلو الأخير، كيلو الامتحان في تكرم الإذاعة وتهان، وهذه أبدا ما ينهان بهن قدرهن على الرؤوس. يا سلام يا سلام يا الشاهنية وهملولة، ها هي الشاهنية وهملولة ثنائي على مقدمة هذا الشوط لهذا الشعار، شعار هجن الرئاسة. يا سلام يا الشاهنية، بدأت الآن تنتقل إلى مقدمة هذا الشوط تلقائي بدون يا أوامر من المضمر المستحيل السيد راشد بن محمد بالسم المنصوري، وأقلعت أقلعت الشاهينية واتجهت واتجهت إلى المنصة الرئيسية تبحث عن الكاس والنقطة الثالثة لهجن الرئاسة. ها هي هم، ها هي الشاهينية ترقص على أرضية ميدانها الرقص المعتاد من هذا من هذا من هذه السلالة، سلالة شاهين. يا سلام يا الشاهينية، الشاهينية لهجن الرئاسة تضيف الكاس، تضيف الكاس إلى الكاس وإلى الشداد. ها هي الشاهينية، تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، تهانينا أيضا للمضمر راشد بن محمد بسم المنصوري. المركز الثاني، نشوف المركز الثاني، المركز الثاني الدوحة، وفي المركز الثالث الوكرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الرابع والخامس هملولة وهملولة لهجن الرئاسة. تهانينا تهانينا، وناخذ التوقيت الزمني. ها هي الشاهينية تحظى على الكاس، كاس المحليات، تنتزع الكاس بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. التوقيت الزمني للمركز الأول، صاحبة الكاس، صاحبة الكاس المحليات تصل إلى خط النهاية. ها هي قاطعة مسافة 6 كيلومتر في زمن وغدرة، 9 دقائق 5 ثواني، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمضمر المستحيل السيد راشد بن محمد بسم المنصوري. وفي المركز الثاني، المركز الثاني نشوف الدوحة، في المركز الثاني قاطعة مسافة 6 كيلومتر، ناخذ الدوحة، ها هي الدوحة، 9 دقائق 11 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، تهانينا للمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث كان من نصيب الوكرة، 9 دقائق 11 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، تهانينا للمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، تهانينا للجميع والناموس. بسم الله.